مرحبا، اليوم بدنا نشوف Adventures of Shaggy. طبعا شاقي هو مصاص دماء اللي هو هذا اللي عم يمشي هلا. ورث هاي القلعة، بده يفتح الغرف اللي فيها مشان يطلع الكنوز اللي فيها وما بعرف شو هالحكي هذا. اوكي، طبعا اللعبة كتير بسيطة، هي بلاتفورمر جيم تمام. فبدك مثلا انت شاقي وبدك تحل الغاز تبع كل غرفة، انك مثلا تطلع هدول الالماسات من القفص. طبعا شلون بدك تجيب هدول وتخليهم ينطوا من اوضة لاوضة، طبعا قصدي من 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 حجرة لحجرة مشان تستعملهم لحتى يكسروا القفص وتطلع الالماسات تمام. هاي هي كل الفكرة، ما في شيء يعني فظيع. طبعا بتاخذ هي شوية اشياء من جيمز مثل بريد وشو اسمها الثاني هذيك، ايه معظمها بريد، وفي الثاني اسمه يت ات موفز اللي هي انك تلف هذا. هلا بورجيكم شو قصدي، ما كتير يعني اللي ما بيعرفون هلا بفهمكم شو الموضوع وهكذا تمام. طبعا انا ممكن ارجع اطلع ورجيكم مرحله ثانيه مثلا مثل هاي. طبعا انا عم بلش افتح الباب هدول واحد واحد، بس هي الزر that gem will fall like when you can rotate. اوكي، فانا بدي اعمل روتيشن. اذا شايفين الالماسة عم تقع، بدي لف هاي حتى الالماسة تقع وتجي لعندي. طبعا اهم شيء انه انا ما افوت كمان بالهي بال اوكي. اوكي يس، هيك اخذت المفتاح. طبعا بدك تجمع المفاتيح لحتى تقدر تفتح الباب. هلا معي خمسة، انفتح لي باب جديد بدي حل فيه الالغاز. واتش اوت فور ذا سبايكر. اوكي، بدك تصير تتعدى الاشياء وتحل الالغاز تبع المكان. التحكم كتير سهل، يمين شمال فوق تحت، ما في شيء يعني فظيع. بس الزر ما بعرف شو يعمل. اوكي، هذا الزر شو بيعمل؟ طيب مرة ثانية لتحت. طبعا لا اوكي، التحكم فيها مو سهل ترى، يعني هي شكلها هيك بسيط وكيوت بس ترى شريرة. المهم نطلع من، ما بدي ورجيكم واحدة من الباب اللي قبل. اوكي، هاي هي شقي. طبعا هون في وقت بعد ما يخلص الوقت. هلا انا كبست هاي تمام. هلا اللي بصير، هي واحدة من مراحل الساعات، اللي بصير انه بس يصير الوقت اللي رح يصير انه حيجي شقي الثاني من المستقبل، من الماضي سوري، ويكبس الزر حتى انا اقدر امره اموت. شباب ترى انا ماني شاطر بالشغلات ابدا. اوكي، هيك بصير مع وقت شقي تبع الماضي يكبس الزر حتى اقدر فوت. يلا تعبان، يلا اوكي. بدنا واحدة من هون، لازم ارجع هي. المهم هي شقي، بدك تعمل هدول الاوض كلهم واحدة ورا الثانية لحد ما تصل على تفتح كل الابواب.
طبعا كل ما فتحت ابواب اكثر كل ما طلع لك الغاز جديده ولعبه صعبه اللعبه. لعبه بسيطه ما فيها شيء فظيع. ما تشتريها على فول برايس، انتظر لتنزل على السيل اذا حابب كتير كتير انك تلعب هيك شيء. يعني ما له الشيء اللي بيشد، ما فيها شيء مميز. تمام. حلوه بس مو كتير حلوه. يعني انا مثلا مليت منها، يعني ما لي خلق. اذا بدي العب لعبه صعبه في العاب تانية، في ميت بوي وفي بايندينج اوف ايزاك وهدول الاشياء ممكن العبهم، بيعطوني شيء اكثر يعني. او كمان مهم. شكرا عليكم تفرجتوا على الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشير، ونشوفكم بعدين. سلام.